والله قدمنا شوط أول ممتاز حقيقة. الشوط الثاني الفريق المنافس أكيد مش يحب يرجع في المقابلة، سرع اللعب شوية وإحنا الغلطة اللي عملناها دخلنا معهم في نفس الستيل دو جو نتاعهم بنفس طريقة اللعب، ولكن ما كناش خاطر وقت احنا فايزين بكار كبير نورمالمون نلعبوا وان ريتم موان زولي فيك الادفرسير، لازمنا ريتم أقل من الادفرسير، في وقت من الأوقات دخلنا في لعب ونحبوا نجريوا كيفهم، وهذيك الغلطة ربما ما عملناهاش كونوا الاستحفاظ بالكرة في الهجوم أكثر وقت ممكن. غالب ما وفقناش ربي باش نربحو، ما لعبناش كيما مستنسين نلعبو الكلنا زادا مش واحدة ولا اثنين، ما لعبناش لي زاتاك نتاعنا للاخر، الغالب تير دو تروا بوان ما ماركيناش برشا، عملنا بكوت بير دو بال، الغالب ديفونس ما دخلناش كيما مستنسين ندخلو من اول الماتش، الغالب ان شاء الله نكملوا نحضروا للماتشات الجايين ونترشحوا سوبر بلاي اوف.